بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان الظهور الأول للكوكايين في القاهرة عام 1916، أقبل عليه كثير من المطرفين. كذلك الحال مع الهيروين ذو المفعول الأشد. كان أول من باع الهيروين صيدلي كيميائي في القاهرة، كان بيبيعه للأثرياء وللضباط الإنجليز. وفي الأثناء دي كانت الرقابة على المحلات الكيميائية خارج نطاق عمل الشرطة. كانت في تلك الأيام تتكلف الجرعة بضع شلينات، وحافظ التجار على انخفاض السعر حتى زاع المخدر صيته. 1920 صار واضح ان المخدر انتشر خلال المدن. 1925 صدر اول قانون لتجريمه، كانت سنه سجن و100 جنيه غرامه. 1948 دخل المخدر الاحياء الفقيره وظهر الحقن الوريدي للهيروين. 1900 او ظهر في بولاق ووجدنا عناصر جديده تبطن في منطقه بولاق، وكان سكان هذه المنطقه في الغالب من عمال الوجه القبلي. 1946 ختاما تم الغاء نظام الامتياز للاجانب، فحصل تحسن في تجاره الهيروين. تحياتي احمد فاروق.